حلقة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن، فأهلا بكم. مرحبا بكم. سلط موقع المهرية نت الضوء على غرق سفينة شحن خشبية تحمل بضائع وسيارات خاصة تعود في ملكيتها لأبناء الجزيرة. مصدر ملاحي قال في تصريح للموقع إن السفينة غرقت قبالة السواحل العمانية وعلى متنها أكثر من 30 سيارة، بالإضافة لحمولتها من المواد والبضائع المتنوعة الخاصة بأحد سكان الأرخبيل، كاشفا عن نجاة طاقم السفينة. المصدر يضيف أن هناك احتمالا كبيرا يفسر غرق السفيرة التي غادرت السواحل الإماراتية متجهة إلى الجزيرة والذي يعود لحمولتها الزائدة. وفقا للموقع فإنه منذ سيطرة الإمارات على الجزيرة أصبح أبناء الأرخبيل يعانون من حصار خانق في عملية إدخال السفن للجزيرة وارتفاع تكاليف النقل. أورد موقع الحرف 28 خبرا عن تمكن حملة أمنية من إعادة فتح الشوارع الرئيسية غربي مدينة تعز بعد ساعات من إغلاقها من قبل مسلحين وجنود يتبعون الجيش. مصدر عسكري قال للموقع أن الحملة الأمنية أعادت فتح شوارع برباشا والمرور والحصب وخط المطار القديم غربي المدينة، وفرقت الجنود والمسلحين. وأوضح المصدر أن اشتباكات محدودة مسلحة اندلعت بين المجاميع المسلحة والحملة الأمنية، وبحسب الموقع فقد قتل المواطن أحمد الخليدي برصاص مسلحين في منطقة برباشا إثر خلاف سابق بينهم، وأدت الجريمة إلى تداعيات تدخل على إثرها ضباط وجنود في لواءين عسكريين. سلطت صحيفة الخليج أونلاين الضوء على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من انفصال جنوب اليمن عن شماله الذي تدعمه أبو ظبي. الناطق باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون ياسين التميمي يقول إن الدور الإماراتي في اليمن ومشروعها يستهدف فصل الجنوب عن الشمال وخلق مصالح حيوية في المناطق الجنوبية وتشجيع الجنوبيين على الانقسام وإعادة بناء الصراع السابق بينهم. وعن ما ستقوم به إدارة بايدن في قضية انفصال جنوب اليمن يقول التميمي إنه لا يتوقع أن إدارة بايدن ستمارس ضغوطا على الإمارات بل ستتفاهم معها. نشر موقع إيرلندا الوطني تقريرا عن قيام مجموعة من المزارعين ومنتجي الألبان الإيرلنديين بتجميع 100,000 يورو لصالح اليمن التي تعاني من المجاعة، حيث أطلقت الحملة قبل أيام. وفقا للتقرير فإن الحملة طالبت المزارعين ومنتجي الألبان الإيرلنديين بالتبرع بما يعادل حليب يوم واحد إلى الصليب الأحمر لتوزيعه في اليمن، حيث يوجد 15 من المزارعين المنتجين للألبان في إيرلندا. وبحسب الموقع فإن الحملة تهدف إلى جمع التبرعات بمقدار 150,000 يورو. اتبرع جميع المزارعين المنتجين للألبان، ولكن المأمول أيضا أن يساهم الآخرين في قطاع الزراعة. ركز موقع عدن نيوز على تصريحات المستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، حيث قال إن السلطة المحلية في المهرة رفضت إقامة دوري محمد بن زايد في ملاعب الدولة والتي تحاول الإمارات وأتباعها إقامته بالمحافظة. الرحبي أضاف إن إقامة دوري محمد بن زايد من قبل مرتزقة الإمارات في المهرة هو استفزاز ومحاولة لجر المحافظة إلى مربع العنف، وهذا الشخص مسؤول مباشر عن قتل عشرات الجنود اليمنيين وعشرات الأطفال والأبرياء. ولفت إلى أن اسم بن زايد يجب أن يكون مكانه المحاكم وليس رفع اسمه على ملاعب كرة القدم.
نشر موقع 26 سبتمبر تقريرا عن سعي اليمن لإنتاج 50,000 طن من البن بعد ركود لسنوات، حيث عاد البن للعديد من المدرجات في الوديان والجبال واستطاع استعادة مكانه الطبيعي. يقول الموقع إن المزارع اليمني وصل إلى قناعته إلى أن شجرة البن هي الكنز المنسي، وبزراعته وإنتاجه وتصديره سيتحسن وضع المزارع اليمني وسيرفد الدولة بمليارات الدولارات كونه ينافس النفط والذهب عالميا. محمد قائد حارث المدير العام للبن بوزارة الزراعة قال في تصريح للموقع إنه تم زراعة أكثر من 400,000 شتلة بن في عدد من المحافظات المنتجة للبن. سلط موقع المصدر أونلاين الضوء على تجدد أزمة الوقود في مدينة عدن، مع نفاد الوقود من أغلب المحطات الحكومية والخاصة في المدينة في ظل احتمالية تواصل الأزمة مع تلويح المعتصمين العسكريين بإغلاق ميناء الزيت مجددا. سكان محليون تحدثوا عن أن العشرات من مركبات النقل شوهدت وهي تصطف في طوابير طويلة أمام عدد من المحطات الخاصة في مدينتي خورمكسر والشيخ عثمان ومدن أخرى، وهي التي لا تزال تحتفظ بكميات من المشتقات النفطية في مخازنها. وبحسب الموقع فإن بائعي السوق السوداء للبترول والديزل يعرضون في عبوات متعددة الأحجام بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي المتعارف عليه في محطات المشتقات النفطية. تطرق موقع عدن الغد إلى عودة ظهور أسماك الباغة مجددا في مراكز إنزال الأسماك في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن. توفيق دينا مسؤول أحد مراكز الإنزال بمنطقة رأس عمران أكد بأن كمية أسماك الباغة التي وصلت مراكز الإنزال هي من الحجم المتوسط وتم تداولها وبيعها. وفقا للموقع فإن هذا الظهور الخفيف لأسماك الباغة في مياه خليج عدن يأتي تزامنا مع فترة أشهر فصل الشتاء، والتي تظهر في هذه الأسماك خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، إلى جانب الهدوء والتوقف النسبي في هبوب الرياح. نشر موقع رأي اليوم مقالا للرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، حيث دعا فيه التحالف إلى إيقاف الحرب العبثية والمدمرة. وتابعا هذه الحرب تسببت في تدمير الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية وتدمير الاقتصاد وانهيار العملة وتشريد الملايين خارج الوطن وداخله. ويلفت إلى أن العالم يتابع الحرب في اليمن وتشظياتها وتشعباتها، ويناشدنا كل يوم لإيقاف الاقتتال والاحتراب في بلد يعيث فيه الفقر والعوز وتمزقه الجماعات المسلحة. وأشار إلى أن الشعب اليمني مهما بدا اليوم ضعيفا مفتتا إلى أنه شعب عصي على التطويع والرضوخ والفناء، وسينتفض مثل العنقاء ليوقف هذه المهزلة المقيتة كما رفض وتصدى للطغاة والغزاة عبر التاريخ. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج صحافة المساء لهذا اليوم. إلى اللقاء.